السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حل كتاب الأضواء جيم 2025، وده ميعادنا مع الجزء الثاني من الدرس الأول والثاني، واللي هيكلم فيه عن how to give directions، إزاي حبايبي بدي الاتجاهات أو إزاي بوصف الاتجاهات، يعني لما حد يسألني عن مكان إزاي بوصف له الاتجاهات. تعال نشوف حبايبي بقى التمارين اللي في صفحة 16 هو مديها لي على الكلام ده. بيقول لي إيه straight on until you reach the traffic light، يعني مش على طول لغايه ما توصل لاشارات المرور. حبايبي قلنا فعل الامر بيكون في المصدر بدون اضافات، فلازم اقول جو، ما ينفعش اقول جوينج، يبقى انا هنا بدي انستراكشنز يبقى لازم اقول جو مصدر. طب اللي بعدها بقول فولوز ذا ساينز تو ذا باركينج اريا، يعني اتبع الاشارات لغايه ما توصل لمنطقه الركن، برضو نفس الكلام هنا لازم يكون في المصدر بدون اضافات يبقى فولو. نمبر 3 بيقول لي ذا شو شوب از اي بتوين تو the computer mall، طبعا هنا طالما في 2 يبقى اكيد هقول next، ونكست 2 بمعنى بجوار. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي he walked past the beautiful garden where he used to play in his childhood، عايز اقول مر بيه فيبقى walk past، تاني حبايبي اسمها walk past، walk past يعني يمر بيه. نمبر 5 بيقول لي my house is opposite to، طبعا هنا حبايبي انا عارف ان opposite ما بتاخدش to، بقول opposite على طول، او حبايبي ممكن اقول across from، across from يعني في الجانب الاخر من، يبقى اما قصادها او في الجانب الاخر من، فبقول opposite بس او across from. نمبر 6 بقول across the street the museum is a is of the corner، طبعا حبايبي انا عارف ان corner بتاخد حاجه من الاثنين يا اما on يا اما at. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي turn left at the traffic lights and go straight at 43 miles، طبعا عارفين ان go straight ضغط حرف الجر on. طب تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي cross the bridge، اعبر الكوبري and the turning left، كلها instructions حبايبي فلازم تكون بدون اضافات يعني مصدر، يبقى cross the bridge and turn left يعني اعبر الكوبري وحول شمال. نمبر 9 بيقول لي the sports center is next to the aquarium and the hospital، طبعا حبايبي طالما جاب لي مكانين اتنين فاكيد هو between، وbetween حبايبي معناها بين. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي walk towards the tall building at the left، قلنا the left or the right بياخدوا حرف الجر on. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي how often is your house from the station، قال لي it's about 200 meters، حبايبي طالما جاب لي بعد المسافة انا بسأل عن بعد المسافة بهاو فار، تاني بسأل عن بعد المسافة بهاو فار مش بهاو اوفن. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي takes the second exit on the left، طبعا برضو فعل الامر او الانستراكشنز بيكون في المصدر يبقى take. The women's clothes shop is next for the jewelry shop، طبعا حبايبي next بتاخد حرف الجر to. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي the park is cross from، طبعا عارفين ان في المواجهات اسمها across from او على الجانب الاخر across مش cross. تعال نشوف نمبر 15 بيقول لي when you reach the bookshop، لما توصل يعني المكتبة او محل بيع الكتب across the street، طبعا عايز اقول اعبر الشارع يبقى cross the street. نمبر 16 بيقول لي for the bus stop go straight on then turn left، يبقى انا عايز اقول من عند الايه، من عند الباص ستوب يبقى from the bus stop، from the bus stop يعني من عند الباص ستوب. تعال نشوف نمبر 17 بيقول لي the nearest hospital is between two the shopping center، طالما جاب لي تو حبايبي يبقى هو عايز next to. طب تعال نشوف نمبر 18 بيقول لي to go to the museum take the first road in your right، طبعا حبايبي right و left الاثنين بياخدوا حرف الجر on. تعال نشوف نمبر 19 بيقول لي the park is between the hospital to the bank، طبعا طالما قال لي between يبقى بيقول لي المستشفى والبنك فبالتالي هنا لازم اجيب and. تعال نشوف نمبر 20 بيقول لي if you want to go to the library، لو انت عايز تروح المكتبة took the second turning، يبقى المفروض فعل الامر بيكون في المصدر فالمفروض اقول take، تاني حبايبي لازم اقول take. تعالوا نشوف حبايبي بقى التمرينات اللي هو مديها لي في بيج 19 في صفحة 19، بيقول لي هنا and Sarah have breakfast at 8 o'clock in the morning، طبعا عارفين الاوقات المحددة بتاخد حرف الجر at فلازم اقول at 8 o'clock. Our class has a trip in May، طبعا May ده شهر وشهور بتاخد حرف الجر in. I visit my grandparents of holidays، طبعا holiday دي تعتبر ايام فبالتالي باخد معاها حرف الجر on، اقول on holidays. اللي بعدها بقول we usually go to the beach at the afternoon، طبعا قلنا فترات اليوم بتاخد حرف الجر in the morning in the evening in the afternoon.
فبالتالي لازم اجيب حرف الجر ان. اللي بعدها بقول on winter kids، طبعا طالما ده فصل من فصول السنه فبياخد حرف الجر ان. people stay up late، الناس بتسهر لوقت متاخر، ايه؟ كريسمس. طبعا الكريسمس ده حبايبي بيبقى يوم، ويوم في احتفال يعني يوم مخصوص، فبالتالي لازم اجيب حرف الجر at، فاقول at christmas. طب تعالوا نشوف نمبر 7، بيقول لي ايه؟ a school day I get up very early. طبعا حبايبي day اهوت يوم، يعني يوم محدد، فبالتالي لازم اجيب حرف الجر on. طبعا الايام كلها حبايبي بتاخد حرف الجر on. يعني هنا يا مستر لو كان قال لي كريسمس داي كنت قلت اون، ايوه كنت قلت اون كريسمس داي. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي ذا كونسرت يعني الحفله از ات ساترداي ايفنينج. طبعا حبايبي طالما جاب لي يوم حتى لو جاب لي معاه ايفنينج بعدها لازم اجيب حرف الجر اون، فاقول اون ساترداي ايفنينج. طب تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي ذا بارتي ويل ستارت اون ميد نايت. ميد نايت ده وقت محدد فبالتالي لازم اجيب معاه حبايبي حرف الجر ات. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي ات ماي بيرث داي اي لايك تو هاف ا سمول بارتي. طبعا بيرث داي ده يوم فبالتالي ياخد حرف الجر اون. تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي فاميليز اولويز هاف بيكنيكس اي ايستر. ايستر ده احتفال يعني وقت محدد فبالتالي بياخد حرف الجر ات. تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي ذا ترين القطار arrives at the station 2 p.m. وقت محدد فبالتالي ياخد حرف الجر ات. نمبر 13، بيقول لي ذا فيلم ويل ستارت ات 5 minutes. طبعا دي في خلال، وفي خلال مع الوقت بيبقى اسمها in 5 minutes. نمبر 14، بيقول لي on holidays we go to bed late in night. night وقت محدد فبالتالي بياخد حرف الجر ات، يبقى at night. نمبر 15، بيقول لي my mom has an interview at December 15th. قلت لك لما يجيب لي تاريخ طالما التاريخ ده في يوم فلازم اجيب معاه حرف الجر on. تعال نشوف نمبر 16، بيقول لي ايه ذا 21st century. طبعا ده قرن والقرون بتاخد حرف الجر in، يبقى in the 21st century we use smartphones for many daily tasks. نمبر 17، بيقول لي the next meeting will be last week. next ده يعني القادم، فبالتالي لازم اقول will be next week، ونكست برضو معناها القادم طالما الكلام مستقبل، طالما الكلام مستقبل. نمبر 18، بيقول I like to walk along the river a sunset. وقت محدد فبالتالي حبايبي لازم اختار حرف الجر at واقول at sunset. يعني حبايبي at sunset يعني وقت غروب الشمس. طيب تعالوا نشوف نمبر 19، بيقول لي we don't go to school a Fridays. Fridays ايام فبالتالي تاخد حرف الجر on. نمبر 20، بيقول لي I always go to the park يعني انا دايما بروح الحديقه. a the weekend هو بيقول لي in the weekend. weekend دي يعني عطله نهايه الاسبوع، وعطله نهايه الاسبوع حبايبي وقت محدد فبالتالي لازم اجيب معاه حرف الجر at، فاقول at the weekend. at the weekend يعني في عطله نهايه الاسبوع. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف تدريبات بيج 20. بيقول لي نمبر 1، my friends always go out and have dinner with each other in Christmas. طبعا قلنا الكريسماس ده وقت احتفال او وقت محدد فياخد حرف الجر at، فاقول at Christmas. لو قال لي day اقول لهم Christmas day. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي we usually get together in the weekend. انا قلت حبايبي كلمه weekend بتاخد حرف الجر at، فاقول at the weekend. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي is your area quiet in noon. طبعا noon ده وقت محدد فبالتالي ياخد حرف الجر at شكل ما قلنا، فاقول at noon. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي the building is between two the bookshop and opposite the cafe. طبعا يا حبيبي طالما في 2 فهقول next to، تاني next to بمعنى بجوار. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي the match starts in 4 o'clock. قلنا طبعا الوقت بياخد حرف الجر at، فاقول at 4 o'clock. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي go past the traffic lights and the turn right. طبعا يا حبيبي مر بي اسمها go past not go past. طب تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي the museum is near the library and the train station. طالما جاب لي بعدها مكانين فاكيد طبعا انا هجيب between، وكلمه between حبايبي معناها بين، تاني between معناها بين. نمبر 8، بيقول flowers are very wonderful on spring. طبعا قلنا الفصول والشهور والسنين كله بياخد حرف الجر ان. نمبر 9، بيقول the library. library حبايبي اللي هي المكتبه. is a your left. طبعا قلنا left or right الاثنين بياخدوا حرف الجر on، فاقول on your left. number 10، بيقول لي we usually go on holiday a July. طبعا جولاي شهر فياخد حرف الجر in. number 11، بيقول لي the cinema is in the corner of west street and south street.
طبعا حبايبي قلنا كورنر بتاخد حرف الجر اون، فاقول اون ذا كورنر او ات ذا كورنر. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي كلاسز اند ات ذا 4th اوف جولاي. طبعا ده تاريخ والتاريخ بياخد حرف الجر اون، فاقول اون. طبعا طالما ذكر في التاريخ اليوم فلازم اجيب اون. تعال نشوف حبايبي يلا نمبر 13 بيقول لي وي وونت تو جو فور ا درينك افتر دينر at Friday evening. قلنا طالما ذكر اليوم حتى لو جاب لي بعدها evening او morning او afternoon كل ده بياخد حرف الجر on. تعال نشوف number 14 بيقول لي after 200 meters ايه lift. طبعا instructions بيكون في المصدر فقول turn left. number 15 بيقول لي it takes about 10 minutes in my house to the school. طبعا من البيت لي اسمها from، يبقى from to يعني معناها من الى. number 16 بيقول my parents always give me presents in my birthday. طبعا birthday ده يوم فبالتالي ياخد حرف الجر on او on my birthday. تعال نشوف number 17 بيقول if you want to get to the theater، لو انت عايز تروح المسرح ايه a taxi. برضو الانستراكشنز لازم تكون في المصدر فقول take لانها تعتبر افعال امر. تعال نشوف number 18 بيقول we usually meet on lunch time. طبعا lunch time ده وقت محدد بياخد حرف الجر at فقول at lunch time. تعال نشوف نمبر 19 بيقول لي going down that street the shop is on your left. طبعا برضو الانستراكشنز لازم تكون في المصدر فقول go. نمبر 20 بيقول لي I always brush my teeth in the morning. قلنا the morning the evening the afternoon كل ده حبايبي بياخد حرف الجر in فقول in the morning. تعال نشوف حبايبي يلا بيجي 21 صفحة 21 بيقول لي a tourist is asking Mazen about ذا كايرو تاور. طبعا بيقول لي بيسال مازن عن برج القاهره فبقول له مازن كان اي هيلب يو، بيعرض عليه المساعده وقلت كان اي هيلب يو ديت بستخدمها لعرض المساعده. فقال له ايه وير از ذا كايرو تاور. طبعا قلت له هقول له يس بليز يعني نعم من فضلك. خلي بالك ما اقولش يس اوف كورس، خلي بالك ما اقولش يس اوف كورس، لان هو بيعرض عليه مساعده فتقول له يس بليز نعم من فضلك. فقال له وير از ذا كايرو تاور، أين برج القاهرة؟ طبعا هنا بيسأل عن مكان برج القاهرة. طبعا عارفين أن برج القاهرة على الجزيرة أو على أرض الجزيرة أو على جزيرة الجزيرة، فهقول it is on جزيرة island. فسأل سؤال قال له no it's not far from here. طبعا طالما حبايبي الإجابة بنقول يعني السؤال يبدأ بالفعل المساعد بتاعي اللي هو is، فإذا هقول is وأجيب الفعل بتاعي اللي هو it، فإذا هقول is it. طب is it إيه؟ هجيب بقى بقية الجملة is it far from here يعني هل هو بعيد عن هنا؟ فقال له no it's not far from here، لا ده هو مش بعيد عن هنا. فطبعا سأل سؤال تاني قال له it's about 5 minutes. طبعا هنا شكل ما قلنا ممكن اسال عن المسافه يعني اقول how far is it from here يعني كم بعد المسافه من هنا. فقال له it's about 5 minutes. ممكن اسال اقول how long does it take to go there يعني ياخد قد ايه عشان اروح هناك. فالتورست بيقول له are there any other interesting places that I should visit يعني هل في اي اماكن تانية اقدر ازورها. فطبعا لازم اشوف تحت رد عليه تاني قال له that sounds fantastic I will visit the Egyptian museum. اكيد هقول له طبعا yes نعم you can visit or you should visit the Egyptian museum يعني انت تقدر تزور المتحف المصري. فقال له that sounds fantastic I'll visit the Egyptian museum. تعالوا يلا حبايبي نشوف التدريبات العامة لصفحة 23. Basil is asking a policeman about the directions to the new shopping. بيسأله على الاتجاهات اللي من خلالها يروح للنيو شوبينج مول يعني المول التجاري الجديد. فباسل بيقول له good evening sir. فطبعا اكيد هيرد عليه هيقول له good evening. طبعا عارفين ان رد التحيات دي شكل ما هي، فهقول له good evening يعني مساء الخير. how can I help you ازاي اقدر اساعدك. فساله سؤال قال له go straight ahead then turn right. طبعا اكيد هيساله عن الشوبينج مول. هقول له how can I go to
the new shopping mall. يعني ازاي اقدر اروح المول التجاري الجديد. فلما رد عليه قال له go straight ahead, امشي على طول. then turn right. فقال له how far is it, بقول له بعد المسافة بتاعته قد ايه. خلي بالك ان رد عليه قال له that's a long way, دي مسافة طويلة. يبقى اذا مثلا هو لازم يقول له مسافة طويلة. مثلا يبقى هقول له it's about, يعني هو تقريبا 1 kilometers, يعني على بعد كيلومتر. فقال له that's a long way. وسأله سؤال قال له yes I think you should take a taxi. قال له نعم اعتقد ان انت يجب ان تأخذ تاكسي. طبعا طالما الاجابة بيس يبقى هبدأ بفعل مساعد, وهنا مثلا هيكون كان. فهقول له can I take a taxi, هو انا ممكن اخذ تاكسي. فهقول له yes you should take a taxi, يجب ان انت تأخذ تاكسي. فقال له thanks for your help. طبعا لما حد يقول لي thanks بقول له you're welcome, يعني على الرحب والسعة. وممكن اقول له طبعا حبايبي it's my pleasure, it's my pleasure, يعني انه من دواعي سروري. تاني it's my pleasure يعني من دواعي سروري. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال التاني. بيقول لي read and complete the text with words from the following list. طبعا المفروض ان انا بكمل القطعة دي بالكلمات اللي فوق. عندنا attractive معنى جذاب, in في on في او على, garden حديقة, population طبعا population معنى عدد السكان, وعندنا heavy بمعنى ثقيل. بقول my name is Salma and I live in Mania. طبعا يعيش في اسمها live in. It's in the middle of Egypt, في منتصف مصر. The A of Mania is about 6 million people. طبعا الستة مليون شخص دول عدد ايه؟ اكيد عدد السكان. يبقى اكيد هقول population. Population اللي هو عدد السكان فيها حوالي 6 مليون شخص. If you come to Mania, لو جيت المنيا, you can visit many a places. هتزور اماكن كتيرة ايه؟ اكيد انا عايز صفة لكلمة places, فاكيد هاخد كلمة attractive. وكلمة attractive بمعنى جذاب. Like the international A on the east bank of the Nile and the wonderful monuments in Tell el-Amarna. طبعا اكيد بقى الانترناشنال ايه, فاكيد طبعا عايز مكان. فين الاماكن في دول؟ فاكيد جاردن. جاردن يعني الحديقه الدوليه. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال الاختياري. نمبر 1 بيقول لي the aquarium has different kinds of ايه. طبعا بيقول لي ان متحف الحياه المائيه في انواع كتيره منين؟ اكيد من فيش. فيش معناه السمك. اللي بعدها بيقول لي means in a forward direction, يعني في اتجاه امامي, not left or right, يعني ولا يمين ولا شمال. اكيد ده straight on. تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي when you finish your homework remember to A it for any mistakes. بيقول لي لما انت تخلص الواجب بتاعك افتكر انك تايه فيه لاي اخطاء. تعمل ايه فيه؟ اكيد تشيك, وتشيك معناها يفحص. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي the picnic basket, the picnic basket اللي هي السلة اللي فيها الغداء بتاع النزهة, is sandwiches, fruit and juice for an outdoor meal. طبعا عايز اقول تشمل او تحتوي على. طب هنا اخد consist, حولك لا, لان consist محتاجة اوف ومعناها تتكون من, لكن هاخد includes معناها تشمل. تعال نشوف نمبر 5. بقول لي let's walk in the park and enjoy the peaceful sounds of nature, the synonym of peaceful. عايز معنى كلمة peaceful, وقلنا peaceful دي معناها هادي, وهادي دي حبيبي معناها calm. تعال نشوف نمبر 6. بيقول لي to form the adjective, قلنا adjective بمعنى صفة, عشان نكون الصفة from the verb من الفعل care. طبعا انا عارف عشان احول care لصفة يا اما احط لها full يا اما احط لها less. طبعا هنا مديني full, careful حبايبي بمعنى حريص. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده, هو سؤال تصحيح الاخطاء. بيقول لي ايه right. طبعا حبايبي قلنا الانستراكشنز لازم تكون في المصدر, فالمفروض ان انا هقول turn. تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي we always travel to Aswan a winter. طبعا قلنا ده فصل, والفصول بتاخد حرف الجر ان. تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي the bank is between to the shopping center. طالما في 2 يبقى انا على طول هجيب كلمه next, ونكست معناها بجوار. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي the party is at my house a the 15th of July. ده تاريخ, والتاريخ مديني فيه يوم, يبقى لازم اجيب حرف الجر on. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي he usually eats lunch of noon. طبعا نون ده وقت محدد, فبالتالي لازم اجيب حرف الجر at واقول at noon.
تعال نشوف يلا سؤال التحدي بتاعي. بقول the Nile through many countries including Egypt. طبعا هنا بقول ان النهر النيل يا ترى بيمشي ولا sails يبحر ولا runs ولا dives. اكيد هنا الفعل اللي بيجي مع الانهار بتبقى runs through، بيجري خلال. Number two, بقول we need to do our best to make Egypt an attractive country. The word attractive is a. بقول احنا محتاجين نبذل قصارى، كلمة do our best دي يعني نبذل قصارى جهدنا. To make Egypt an attractive country، نخليها دولة جذابة. The word attractive is. كلمة attractive دي نوعها ايه في الكلام؟ يا ترى adjective صفة ولا adverb حال ولا noun اسم ولا verb فعل؟ اكيد هي adjective، adjective بمعنى صفة. تعال نشوف السؤال التاني. Number one بقول the restaurant serves breakfast in 7 to 10 p.m. طبعا هنا من الى اسمها from to، يبقى لازم اقول from 10 from 7 to 10 a.m. تعال نشوف number two بقول we have plans at Saturday night. طبعا قلنا الايام حتى لو جاب لي بعدها night او evening او afternoon او morning برضو بتاخد حرف الجر on، فقول on Saturday night. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبايبي لو فهمت الشرح يلا اللايك بتاعنا الجميل، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية في حل تدريبات الدرس الثالث والرابع من كتاب الأضواء جيمس.